من أجل توفير جو صحراوي بامتياز يضطر بعض السياح لكراء منازل تقليدية، وهذا من أجل عيش مغامرة صحراوية ولو لوقت قصير. On préfère هنايا les endroits هادو traditionnels هادو البيوت التقليديه لي ميزون دوت باسكو انا جو فوا بلي سي بلو بو كو لي اوتيل و سي باسكو لي اوتيل اون شانج با زعما دو لا روتين بارابور ا لا فيل لا فيف لا فيل دونك اون préfère هنا اون ميزون دوت بور فيفر لو مومون لافونتور المغامره والحياه التقليديه. المكان هذا شباب بزاف باسكو تقليدية، باسكو جوستومون لا ديفيرونس مع لي زوتيل سي فاميليال، عندنا فريمون تما تراديسيونيل هنايا، و تما يتبدل على لي زوتيل، حنا نشوفو كل يوم تما عايشين في الكونفور، و دوك هنا الحمد لله اوني بيان انستالي، لاتاي كيما شفتو فوالا. الحجز في فنادق فخمة هو ما يختاره البعض الآخر من السياح من أجل توفير كل ظروف الراحة وقضاء عطلة دون عناء ومشقة. حنا دوكا اون ا ديسيدي ان فامي دو فينير سانستالي ا لوتيل 4 ايتوال و اون سو سون تري تري بيان اي ان كونفور اي ان ميم تان اون ا لو كوتي تراديسيونيل افيك ديز اندروا و اون بو سانستالي كي نو رابيل كون اي او سارا اي بيان سور او نيفو دي تاريف سي تري انتريسان او نيفو دو سيرفيس ما شاء الله ريان ا دير لو سيرفيس اي امبيكابل اون اي تري ايتوني اون ليز ا ابلي بور ريزيرفي اي بي كونت اون اي فينو ايسي اون ا فيناليزي نوتر دوسيي الحمد لله سيتي تري فاسيل. بين الفنادق الفخمة والبيوت التقليدية يبقى السياح يصلون ويجولون والهدف واحد قضاء أجمل الأوقات في الساحرة تاغيت.